السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عند قناتي شهوات عيشة. اليوم راني غادي نشارك معكم الصفة بالشعرية، راهي كتجي زوينة بزاف، راهي كتجي رائعة. تابعوا معايا التحضير في نفس الوقت المقادير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو كيلو ديال الشربة في هذا المركة اللي كتشوفوا، نحتاجو كاس كبير ديال الزيت المائدة. غادي نخلط مزيان، ندخل هذا الزيت في هذه الشعريه مزيان. ما غاديش ندير فيها الماء، حتى الكويره الجوجه غادي نبقى ندير فيها الماء. صافي دركي غادي نديرها هنايا تفور. راني درت جوج لتر ديال الماء في المربيده اللي غادي نفور عليها الشعريه. دركي غادي نجيب القصا اللي غادي نعاود فيها هاد الشعريه. غادي نحتاجو كاس ماء، كل التفويره غادي نبقى نديرو فيها كاس ماء كبير يكون بارد. غادي ندير ليها التفويره الجوجه، التفويره الاولى ما درتش فيها الماء، درت فيها غير زيت المائده. غادي نرشها مره الجوجه بكاس ديال الماء يكون بارد، تبقاو ترشوا وتحلوا فيها هكا. باش ما تبقاش تلتصق مع بعضياتها، تبقاو كل مره ترشوها بالماء، كل تفويره ترشوها بكاس ماء. غادي نغطي عليها هكا واحد 5 دقائق. ونردها هنا في الكسكاس باش تفور مزيان. نغطي عليها مره الجوجه. غادي نجيب الزبيب، هذا غادي نغسلو مزيان، واحد الكاس ديال الزبيب، كاس كبير ديال الزبيب غادي نغسلو مزيان، نخليه يقطر من الماء. وغادي نعاود هذه الصفه ان شاء الله. درت كاس ماء، كل تفويره كندير فيها كاس ماء كبير. غادي نغطيها 5 دقائق. نعاود ليها التفويره الثالثه. نغطي عليها ونخليها تفور 5 دقائق. نجيب اللوزة كراني رمشته شوية. سكر كلاص، الزبدة، الزبدة من هذه الماركة، ما ديروش من هذه الماركة، هذه ما ديروهاش. الملح معلقه صغيره، الزبيب صافي راني غسلته خليته يقطر، وغادي نردو يفور ان شاء الله. صافي دركا غادي ندير الزبده، ندير معلقه صغيره ديال الملح، غادي نرد هنا الزبيب باش يتفور. ندير الزبدة هكا مزيان، ندير جوج معالق ديال السكر الخشن، ما ديروش السكر الكلاص في الاول،
صافي. شوفوا على الشربة ديالي كي جات مفورة مزيان، والزبيب حتى هو راه تفور مزيان. غادي نرد عليها الشربة واحد 5 دقائق صافي نقلعها. غادي نغطي عليها 5 دقائق. علقة ديال السكر الخشن صافي، المجموع 3 المعالق ديال السكر الخشن صافي. درك راني درت هنايا الزبيب النص، درته هنايا النص، غادي نزوق به. لاحظوا على الشربة كي جات ما شاء الله، ما التسقت ما والو. رديتها تفور 5 دقائق ودركي غادي نوجد باش غادي نديكوريها. غادي نحتاج 2 معالق ديال السكر كلاص، 2 معالق ديال القرفة، وجوج معالق ديال اللوز مهرمش. غادي نزوق بهم السفة ديالي مزيان. الزواق كيولي لكم الاختيار، تزوقوا كما بغيتوا. غادي نجيب هذاك الزبيب اللي خليت باش نديكوري به، النص راني درته لداخل في الشربه، النص راني نديكوري به صافي. راني ساليت الفيديو ديالي، الا كان عجب ليكم بارطاجيو وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدين، بارك الله فيكم، السلام عليكم والى الفيديو المقبل ان شاء الله.